ركبوا التكييف، اصل ربك ما يضيعش حق حد ابدا، وال14 سم دول بتوعي وانا هاخدهم ومعايا حكم من المحكمه، ودلوقتي كمان معايا قرار من النيابه بابقاء الحال على ما هو عليه. انا راجل افهم في كل حاجه واحب امشي قانوني. ممكن نشوف حكم المحكمه اللي مع حضرتك؟ طبعا ممكن يا عوض. الدوسيه يا عوض، تفضلوا. بصوا بقى، هنطلع منين؟ نخش فيها ايه؟ تفضلوا. الدوسيه يا ولد يا عوض. عوض ابني. الدوسيه. تفضلوا. اهلا. بعد اذنك. سهل. ممكن نتعرف بحضرتك؟ عوض مشرح، طالب في كليه الزراعه، وطبعا ليا ابحاثي في مجالي، يعني دلوقتي بعمل ابحاث لتوسيع الرقعه الزراعيه على حساب الرقعه الصحراويه، يعني من الاصفر للاخضر ديجرادي. طب وايه راي حضرتك بقى في موضوع الحيطه؟ لا ده موضوع جانبي تماما بالنسبه للديجرادي اللي بكلم حضرتك فيه. ديجرادي دي ستايل. طيب ابن عوض فظيع الحقيقه. اهلا وسهلا. سيد مشرح. فندم. Yo no sé, yo soy porque de salgo de casa, yo no sé, yo estoy aquí, yo no sé. تمام. Tengo una cuestión. ¿Por qué se abre esta pared? هي بتقول ايه؟ هي مين؟ انت تعميت في عينيك اللي بتسالني دي. انجليزي. يعني جبت التايهه يا خي، ما ترد عليها عوض، ده احنا على الهوا. الانجليزي بتاعها مقصر جدا وانا بفهمه سليم. طب
ممكن نغير السؤال او نستعين بصديق؟ اصل الانجليزي بتاعي بعافيه شويه. على فكره عايده بنتي اخت عوض لب لب في اللغه الانجليزيه. بسرعه عوض، انت عايده اختك. يا استاذ مشرح، السؤال بالاسبانيه مش بالانجليزيه. طب مش كنت تقولي اسبانيه؟ عوض انت امك. ماما اللي جوه دي اسباني؟ امال ده باباها اندلسي بس تعفين هنا. دي لو جت هتفضحنا. صح. بقول لك ايه، دخلها شويه ميه واحبسها وانزل اتصرف في ماما ثانيه من على القهوه تكون اسباني. يا ريت يا ريت تشينج ذا كويشن، يعني نغير السؤال عشان انا يعني الانجليزي بتاعي على ما المترجمه بس توصل. ممكن السؤال يبقى بالبرتغالي بتاع مانويل جوزي؟ اصل انا اهلاوي متعصب. الاسبان ناشفين قوي. يلا يا بنت خلصيني، عايزه اظبط نفسي، التلفزيون متعطل عليا. يا ماما دي اوضتي، ما انت عندك مرايه في اوضتك. يا بنت مرايتي وحشه يا بنت، بشوف نفسي فيها زي العفريت، مناخيري قد الكوز وداني عامله زي ودان الارانب وشعري عامل زي سلك المواعين. بس ايه رايك يا بنت؟ مش قمر يا بنت، قمر والله قمر. والله العظيم قمر وقمر 14، بس خليني اجهز بقى. طيب يا اختي انا هقوم اروح لابوكي لحسن زمانه دلوقتي، محتاس في وسط الكاميرات، ما عندوش خبره في الكاميرات. يا سلام، ديت ما عندوش خبره في الكاميرات وانت اللي مذيعه قوي. طبعا. استني يا مامي. انا بقى حمديه مرات جوزي مشرح وام عوض وعايده بنتي. انا ومشرح عشنا قصه حب جميله قوي قوي، زي قصه حب عبد الحليم حافظ وشاديه في معبود الجماهير. الله عليك يا حبيبتي. لما جه مشرح يتقدم لبابا، بابا شاله رماه بره البيت. بس انا هددت بالانتحار يا جماعه. انا ابوكي رماني بره البيت يا حمديه؟ ده ما صدق، ده كان ناقص يقول لي خدها وخد عليها شحن هديه. بس خليكم معايا. لما خلفت عوض ابني، مشرح كان غلبان تعبان صدمان شحات، ما حكتوش حاجه خالص. بس انا وقفت معاه وقفه جامده، وقفه رجاله. بعت كل اللي ورايا واللي قدامي، كل ورثي من بابايا بعته عليه عشان يقف على رجليه. ورث بابا الله يرحمه، انت ناسيه ولا ايه يا حمديه؟ ده انا مسدد ديونه كلها بعد ما مات. نسيت حساب العجلات يا اختي؟ اصل الله يرحمه كان غاوي اجر عجل هوايه يعني. ما تفك بقى يا اسبانيا. خليكوا معايا. بعد ما خلفت ابني عوض، انا كنت مره بتفسح انا ومشرح في جنينه الحيوانات، وكنا واقفين قدام قفص الاسود وكنا بناكله سوداني. شافني مخرج اعلانات، اعجب بيا قوي، قال لي ممكن تيجي تعملي اعلان عن احذيه رجالي؟ قلت له ابدا مش ممكن، رفضت بشده طبعا عشان خاطر ولادي، ضحيت بمستقبلي الفني كله والله يا جماعه. مخرج؟ مخرج مين يا ماما؟ مش طلع نصاب؟ ده كان عايز يلطش ما شاء الله اللي انت لابساها، ما كانش يعرف انها فالصو. ابوس ايدك. فك يا اسبانيا بقى. يا جماعه خليكم معايا. بعد كده اللي حصل ان انا انا نسيت كنت عاوزه اقول ايه. طب ممكن نتكلم شويه عن الحيطه على ما افتكر بقيه الهيستوريكال بتاعه حياتي. هيستوريكال؟ اسبانيا فكت يا رجاله. مامي مامي عايزه اغني. تغني ايه يا بنت؟ مش لما افتكر. طيب استني. يا جماعه اقدم لكم بنتي عايده في اغنيه بوس الواوا، قصدي بوس الحيطه. عن اسمك. بوس الحيطة بوس الحيطة بوس الحيطة، صح؟ بوس الحيطة بوس الحيطة بوس الحيطة، تقع العيلة وقعت. هلا نو كومنت، لا تعليق. وبعدين بصفتي ان انا راجل قانون، الموقف ده يتعدى سلطاتي انا، لاني لازم احترم قرار المحكمة. اما القرار الجديد بتاع النيابة اللي هو يبقى الحال على ما هو عليه، لازم احترمه. يعني حضرتك مش هتبني الحيطه؟ ابني ايه يا فندم؟ هو انا واخد حته ارض في الصحراوي هعملها مزرعه دواجن ولا ايه؟ ده اسم الحيطه دي، مش حيطه بيتنا.
ولا يا طارق؟ بالظبط. يا ترى يا فندم ممكن تقول لنا حضرتك عن الاجراءات اللي هتتخذها دلوقتي؟ ايه حضرتك؟ الاجراءات اللي حضرتك هتتخذها دلوقتي. انا هتخذ دلوقتي 3 اجراءات وفورا. اولا تأمين الاسم، ثانيا تأمين الاسم، ثالثا ودي الاهم تأمين الاسم. يعني هم مش هيقدروا يبنوا الحيطة دلوقتي يا مشرح؟ طب خليهم يعملوها كده. خلاص يا حمدية، انا معايا حكم محكمة وقرار نيابة، ده غير الجرسة اللي ممكن اعملها لهم في الفضائيات وجرايد المعارضة. ايوه داد، بس حضرتك ما تعرفش لما احنا ننام هم ممكن يعملوا فينا ايه. ده لو نمنا. خلاص يا عايدة مفيش نوم، من هنا ورايح في نبطشيات، كل حد فينا لازم يفضل صاحي وياخد نبطشية، يرقد على الحدود ويراقب الحركة. انا مش فاضي. الشرنقة خلاص على وشك، الفراشة قربت تخرج من الشرنقة. فراشة وشرنقة؟ جه اليوم اللي لازم اصرحك فيه بالحقيقة يا عوض. انت يعني انت مش اختي ولا انت امي؟ انا انوشكا يا اخوي. ولا انت ابوي. بابا وحشني قوي. هي دي الحقيقه اللي انا كنت عايز اصرحك بيها من الصبح. انت اهبل مخلوق عرفته في حياتي. انا مش فاضي يا بابا. حضرتك فاضي لا شغله ولا مشغله. خلاص كابك، بيادتك، تقفيستك، حط علمك واحرس الحدود. وانا معاك يا داد، وصلتي درينكي وكمالي واقف معاك في النبطشيه. الله اكبر يا حظامر، حظامر هات العساكر اللي معاك وتعالوا فضلوا، الشقه حلال عليكم. لا لا. واحنا هنعمل ايه دلوقتي يا فندم؟ ايه يا عم طارق تعمل لي فيها صحف انت كمان ولا ايه؟ ما تسيبني في حالي بقى يا فندم. انا مش قصدي، انا قصدي يعني هنعمل ايه في شغلنا؟ هفتح الدخانه. هفتح الدخانه وبعنا فيها ميكروكروم. في ايه يا عم؟ هنعمل ايه يعني؟ احنا ظباط يا طارق وهنفضل طول عمرنا ظباط. بالمناسبه في حاجه مهمه جدا عايز اقولها لك. أمر يا فندم. قوم شوف شغلك، قوم شوف شغلك بقى، وكفايه قعده المصاطب دي. تمام يا فندم. وبالمناسبه الحيطه اللي وقعت بيننا وبين الجدع اللي اسمه مشرح ده عايزك تقف عليها حراسة 24 ساعة، تحميها من حديد وبالنار، ولو كلفك الأمر يا طارق إنك تزرع المنطقة دي كلها ألغام عشان أي حد يتسلل منهم عندنا هنا ينفجر 60 حتة ويكون تحت إشرافك. أيوة فندم، بس أنا عندي حاجات تانية أعملها. زي إيه؟ عندي تحقيق مع متهمة لازم أخلصه النهاردة عشان تترحل عن النيابة بكرة الصبح. دخل المتهمة دي أنا هحقق معاها، وروح أنت اعمل اللي أنا قلت لك عليه. تحت أمرك يا فندم. ماشي يا مشرح، إن ما خليتك ربط التوم متعلقة في البلكونة ما بقاش أنا عمران. باشا زي كل مره. 13 حكم و13 قضيه وتقولي زي كل مره؟ ده حتى رقم 13 ده رقم نحس. ما انا قلت اجي كمان مره عشان اكسر الرقم.
تضحكي؟ ده انتي هتشوفي ايام سودة. بقولك ايه، هي مش ناقصاكي، مش هتبقي انتي والحيطة والزمن عليا. حيطة؟ حتة ايه عدم المؤاخذة؟ موضوع كده هديلي اعصابي. باين عليك. احكي يا باشا وفضفض، ما انت كمان بتيجي على صحتك قوي، ما بتديش لروحك هدنة. ربنا يريح قلبك يا زوزة. ما تشرب حاجة يا باشا تهدي أعصابك. قومي خشن أفندم. خد البنت دي بقى برا لغاية ما تطرح على النيابة. حاضر يا فندم، اتفضلي. يا باشا ما تنساش تدي لروحك هدنة. أنا فعلاً فعلاً محتاج هدنة. واحدة ست في المنور؟ حرامية ولا جنية؟ لا حرامية ولا جنية، تبقى عفريتة. بس أنا ما ضحكتش مصباح. عفريتة إيه ومصباح إيه؟ فين الحمام؟ حمام؟ عشان كده جيتي من على المواسير. ما هو أصل أقرب حاجة لقلب الراجل الحمام. مواسير إيه بس؟ أنا جاية من الاسم. أنت أصلك برا من بدري يا عوض وما تعرفش إيه اللي حصل. خشي جوه، خشي جوه بسرعة. ده أنتوا سيرتكوا بالية الاسم. بابا نايم. هو انا نايم ولا مسطول؟ هو ده بقى بيتكو. بقولك ايه، احنا ممكن نرتبط، قصدي يعني نتعرف. انا عزه وانت عوض، دلوقتي بقينا اصحاب. ممكن بقى تسلفني قميص وبنطلون من بتوعك عشان عندي قضيه ومحتاجاهم. عندك قضيه؟ اه. الف مبروك. ممكن تسلفني شرب من بتوع ماما حمدية؟ وعارفة اسم امي كمان؟ دي قطك؟ انا هتصرف، انا مش حرامية، وبكرة رد لك جميلك. يا جميل انت. بكرة الساعة كام؟ ميرسي يا عو. عو؟ لا ده انا بقيت رهيب رهيب. الأوضة العجيبة دي، الزرع ده كله وأرانب كمان. هي الشقة دي في مصر والأوضة دي في الفلاحين. أنا مالي أما أشوف حاجة ألبسها بسرعة قبل ما يدوروا عليا. يا لهوي. أهلا بالبيه الصايع اللي ساب أبوه الأيس. وط صوتك، ابوس ايدك يا بابا، وط صوتك كده. فيك ايه يا ولد؟ شممني بقك كده؟ اه عارف انت لو شارب منكر انا هعدي بيك من الباب ده واسلمك في القسم على طول. منكر ايه بس يا بابا؟ لا بقول لك ايه، ابني روش تحنا اه، لكن ملوش في الصياعه. ابني صفحته بيضة، يسهر اه مع اصحابه بالليل الصيع، لكن ملوش في العك. ابوس ايدك يا ست الكل، قولي له. كنت فين يا جزمه لحد الساعه دي؟ كده تمام، اتعشى واجي على طول. وليك نفس، ليك نفس تتعشى واحنا في الغم اللي احنا فيه ده؟ طب يا ماما جهزي العشاء بقى على ما اغير هدومي.
الواد ده طالع لمين؟ ده كبير ما بيحسش. بقول لك ايه، ما تتبلاش على الواد، ابو صفحه بيضة. ازاي تخش عليا كده يا عوض؟ مش يمكن لسه ما خلصتش لبس؟ هو انا غريب؟ ابويا وامي صحيوا جوه، يعني لو شافوك هنا هيطردوني من البيت. ومالك مرعوب كده ليه ووشك اصفر؟ انت باين عليك شاب لخمه ولا ايه؟ مين ده؟ طب ده انا حتى مسميني في الكليه المبيد الرهيب. لا ما هو باين. بص بقى، الملايه دي امانه عندك، وهدومك امانه عندي، كلها سواد الليل، ونرجع الامانات لاصحابها. اخرج بقى اعمل لابوك وامك اي فيلم هندي لحد ما عدي الاسم تاني. عزه، انا كنت عايز اقول لك على حاجه. قول. انت اول واحده ست في الدنيا تخش الاوضه عندي غير ماما واختي. وانا كمان يا عوض، دي اول مره ادخل اوضه مزبله بالشكل ده. اخرج بقى اشوف لي الجو امان في الصاله، وكحلي وانا هطلع، وانا هشوفك، لازم اشوفك يا عوض. لا ده انا بيت رهيب رهيب. يلا يا عوض، يلا يا عوض عشان تتعشى. مالك قاعد متعكن ومتوتر كده ليه؟ بقول لك يا حمديه، انا مش ناقصك انت وابنك، بكفايه عليا الاسم. لا ما انا قلت لك ما سمعتش كلامي. جود ايفنينج يا سعاده المامور. انت ايه اللي صحاك انت الاخرى؟ اه صحيت علشان اسمع خناقه الميدنايت، اصل ما لحقتش خناقه الماتيني. كتاب حياتي عين ما شفت زيه كتاب. معلش معلش، بتشتغلك عادي 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 يعني. فين الاسبرين يا مامي؟ دماغي صدعت. عندك يا بت في المطبخ. شفت البت دماغها صدعت من صوتك اللي عامل زي جرس المدرسه. انت ايه يا واد انت؟ انت ليه ما غيرتش هدومك؟ ولا ناوي تنزل تكمل صرمحه عشان يلموك من الشوارع يا فضحنا ويرموك في الاسم اللي فرحنا؟ وطي صوتك وطي صوتك، الصوت بالليل بيسري. مالك يا بابا؟ مالك يا حبيبي؟ بقيت عصبي جدا من ساعه الحيطه دي ما وقعت. امسك دي ودعي لي. يا برودك يا دلوقت، يا برودك الواد بيت ابوه بيتهد وهو ولا على باله. الله عليك، العين مش قد ميه يا حمديه. ابني سمني، ابني سمني. ده وقت كحه يا بابا. بسم الله عليك، لا اله الا الله. يا عشان تبطل تفتري على الولد الغلبان ابو صفحه بيضة. مساء الخير يا جماعه. مين دي يا بابا؟ ردي ردي على ابو صفحه بيضة، قولي له مين دي. مين اللي كح فيكم؟ انا عاوز افهم. ده بابا مش انا يا عز. عزة عزة، عارف اسمها وخارجه من اوضته. هتجيب سيره ابني ولا تقول عليه حاجه كده ولا كده؟ الواد الغلبان ابو صفحه بيضه مش هسكت لك. مين دي يا ابن الهرمه؟ لحسن اطلع زماره رقبتك النهارده. وبعدين في تضييع الوقت ده بقى، فين الاسبرين يا مامي؟ عندك في المطبخ يا بت. عايده بنتي بنتي، هتشوف المسخره دي، اتصرفي اتصرفي بسرعه يا بنت. لا بلاش لاسبرين، خشي نامي خشي. لا بقول لك ايه، ما تناميش يا بنت ما تناميش. بقول لك ايه، استنى انت وهو ثابته هنا اهو، ولا حرف ولا نفس ولا كلمه، وانت وهو كل واحد منكم ثابت في مكانه. ها ممنوع اللمس. وقفي اهو وقفي. انا ما جيش بالعين ده حمدية، الممنوع اللمس. طب الله، انت جبت منين الحته الطريه دي يا ابن المحظوظه؟ هي دي قصه الظلم اللي حصل، وانتوا اللي هتنجدونا. بس يا روحي بس، كفايه بقى، كفايه الجو المأساوي اللي انت عايشتينا فيه ده. اتغير يا مزه يا عزه.
لو زعلانة ان انا لبست هدوم عوض اقلعها يا طنط. لا يا بنتي اقلعي، خدي راحتك، البيت بيتك. لا ما تقلعيش يا اختي، قلعت عينك يا مشرح. يا اختي بوسك ده منه لله يا اختي، يا اختي اللي نزلك بالملاية كده يا حبيبتي. انت لا يا اختي، انت تقومي محامي، محامي عقري يمسك لك القضية دي. طبعا، وانا هسيبه؟ اقوم انا بقى. ليه ما تقعد شوية؟ دعواتكم معايا وانا في النيابة. السلام عليكم. ربنا معاك يا عزة. صباح الفل يا طنط حمدية، فين عوض؟ عوض بيزغط البط في اوضته وبيلبس الارانب بامبرز. إيه انتي مين يا شابه؟ يا لهوي، لحقتي تنسيني؟ انا عزه. عزه؟ انتي اتصالحتي مع جوزك؟ لا خلعته، انا ناقصه قرف. بابا مشرح، بابا مشرح، انا مسيتك كحلي. اصحى يا بابا، اصحى يا روحي. تعالي يا حبيبتي، انا اللي دايما بصحي. اصحى يا كوت، اصحى. تسهوت لي بقى، تسهوت لي. في ايه بس يا حمديه انت وبنتي كل؟ معقولة؟ معقولة حمدية تدخل ضيوف علينا واحنا في النايم كده؟ لمؤاخزة يا هانم، اصل ايه هانم؟ احنا اصحاب بيت، انا جيت ارد الامانة واقول مرسي. الله، عزة صح، ده انت حلويتي قوي عن امبارح. اصلها خلعت جوزها، تحب حلوة زيها يا اخويا؟ لا لا لا، وجوزها هو اللي قطع لها الفستان كده. اتكلم يا مش عوض. عوض انت يا واد، يا عوض اصحى يا فلاح، هتتاخر على الكليه. ايه ده؟ ده انت بقيتي رهيبه زيي بالظبط. يلا هوصلك الكليه بعربيتي، اياك يطمش. طنط استاذن انا، باي باي يا طنط. باي باي يا عم. يلا باي باي يا طنط. باي باي يا عم. وفي ايه؟ انا مش فاهم حاجه. بس انا بقى فاهمه كل حاجه. البت عينها من الواد، والواد عينه من البت. بس والله بنت جدعه وتمر فيها. اجعلها من حدك ونصيبك يا عوض يا ابني. معقوله يا حمديه عايزه تجوزي ابننا الطالب لواحده خلعه جوزها؟ خلعه مش مخلوعه، تفرق. صباح الخير يا وش الخير. وهيجي منين الخير؟ ده صباح مغفله، في حاجه غشر على الصبح. جاي اشكرك، بوصلنا قضيه مضمونه. عزه كانت ممسوكه في قضيه اداب، لبست لبس ابنك وكيل النيابه، لقاها متحشمه اخلى سبيلها. قابلت العواطف بالعواصف. هي عواصف فعلا. مشرح، يعني البت عزة اللي كانت عندنا دي واللي خدت ابني عوض وخرجوا مع بعض ممسوكة في قضية اهداب يا مشرح؟ يجعلها من حدك ونصيبك يا عوض. لا دي خلعة مش مخلوعة، رميت ابنك في التهلوكة والتهلوكة اسمها عزة. عوض، عوض يا ابني، خليك في الزراعة يا حبيبي وبلاش الأداب يا حبيبي. حمدية، حمدية. نعم. تعرفي تصوتي ولا صوت أنا؟ لا بعرف يا أخويا. يا لهوي. خلاص الاسم في ضهري، وان حد خبط عليا